صدر التوجيه الكريم بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين لتكون في حدود 15 دقيقة، وتضمن التوجيه الكريم تأخير الأذان الأول لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق. وسيتم العمل بموجب هذا التوجيه الكريم ابتداء من خطبة اليوم الجمعة الموافق 15 من ذي الحجة حتى نهاية فصل الصيف، حيث تمنى رئيس الشؤون الدينية المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس صدور هذا التوجيه الكريم الذي يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على صحة وراحة وسلامة ضيوف الرحمن والتيسير والتخفيف عنهم ودفع المشقة عن المصلين الذين يشهدون الجمعة بالحرمين الشريفين.